السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. الحقيقة القانونية والمجاز القانوني. انظر إلى هذين الاصطلاحين، الحقيقة القانونية والمجاز القانوني. اللفظة الأولى أو المصطلح الأول بالأحرى مألوف معروف لدى كثير من القانونيين، لأن القانون يقوم على الحقائق. ولكن هذا الشق الثاني، هذا المصطلح الثاني، المجاز القانوني، وهو يثير تساؤلات عدة. هل هناك مجاز في القانون؟ هل النصوص القانونية قد تدخلها لغة المجاز؟ هل هناك لفظة قانونية تقال وتساق ويقصد بها غير معناها؟ هل يجوز للمشرع القانوني، هذا المقنن الذي يقنن نصوصاً تحمل قواعد وأحكاماً قانونية ستنفذ وتطبق في الواقع، هل يخول له أو يصرح له، أو يجوز له ابتداءً تبعاً للقواعد الدستورية العامة ولقانون السلطة التشريعية، هل يجوز له أن يستخدم المجاز أو الإلغاز في وضع النصوص وفي صياغتها ونظمها وبنائها؟ هل يجوز لأحد من القضاة أن يقول إن المشرع لم يرد بهذه اللفظة أو بهذا التركيب أو بهذه الجملة معناها الحقيقي، ثم هو يتجاوزها إلى المعنى المرجوح بدلائل وقرائن يقترحها أو يوردها أو يسوقها؟ هل تأذن محكمة النقض أو محكمة التمييز بأن يعد القاضي المعنى الحقيقي لللفظة أو للتركيب أو للجملة ومن ثم للحكم فيعدل به عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي؟ هل تسمح المحكمة الدستورية التي هي رقيبة وأمينة على تطبيق قواعد الدستور وإنفاذها في جميع التقنينات والتشريعات، هل تسمح، هل تأذن بأن يكون هناك في النص القانوني معنى مجازي؟ هل يحق لوكيل النيابة أن يأخذ من أقوال المتهم التي سجلها معنى غير مقصود، غير المعنى الذي يدل عليه الكلام؟ هذه قضية قانونية واسعة ومسألة عميقة تمس النصوص القانونية، بل وتمس القانون والعدالة في عمومها. وعلى رغم ما سبق من تساؤلات، إلا أن الإجابة ليست نعم بالقطع، لا يوجد في القانون مجاز ولا إلغاز، وليست هي أيضا قطعية بأن نقول إن في القانون مجازا وإلغازا ومرادات غير مرادات الألفاظ والتراكيب والعبارات والجمل الظاهرة. دعونا نحرر ذلك، دعونا نعرف ذلك من خلال الآتي.